ولنقاش ملف صراع الميليشيات والكتل السياسية على المناصب والتلويح باستخدام القوة للحصول عليها، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني. أهلا بكم سيدي. أهلا بك. ساعات قليلة تفصلنا عن الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، ما هي ردود الفعل المتوقعة من الميليشيات التي رفضت النتائج الأولية، لا سيما وأن النتائج المنتظرة لن تبتعد كثيرا عما أعلن عنه في وقت سابق؟ يعني في تقديري أنه هذه الردود لن تتعدى على استمرار الاحتجاجات الشوارعية اللي تمارسها بعض من نفايات العصابات والميليشيات ولغة التهديد والوعيد. أما نخبها، نخب الميليشيات والعصابات، سيستمرون بالتفاوض في الغرف المظلمة حول الاتفاقيات والتوافق على موضوع المكاسب الحكومية. نعم. هذا نتوقع من ردود الفعل واستمرارها. في هذا السياق كان هنالك وساطات لتقريب وجهات النظر بين الكتل والميليشيات الرافضة لهذه النتائج والمستفيدة منها. بعد وساطة قآني التي فشلت طرح الحكيم مبادرة، واليوم الصدر أعلن أيضا استعداده لقبول الأحزاب والكتل التي لم تحقق نتائج تؤهلها للدخول إلى الحكومة في التشكيلة القادمة. كيف ترى الشروط التي تحدث عنها الصدر وفرضها لتحقيق الحكومة التوافقية المقبلة؟ يعني هذا متوقع. يعني الإعلام يسمي الفشل لقاهاني والحكيم وبقية القيادات التي تحركت، أنا أعتبرها هو نجاح في بناء المنظومة الإجرامية واستمرارها. كل واحد يعني عليه مسؤولية أن يبني حجر بهذه المنظومة. الحكيم عليه دور، وابن الصدر عليه دور، والمالكي وقاني وكل المشتركين باستمرار العملية الإجرامية بما فيها الممثلية الأممية أيضا تتدخل وأيضا تبني حجر في هذه المنظومة. أما أنه ابن الصدر الآن يحاول أن يرضي الآخرين فهذا متوقع أنه سيرضيهم وستنتج من حكومة توافقية ترضي كل الأطراف المشتركة بالعملية الإجرامية اللي يسموها سياسية. إذا كان الصدر يريد من الكتل والأحزاب حل الميليشيات قبل الدخول إلى الحكومة، هل ينطبق ذلك على ميليشيا سرايا السلام أيضاً؟ وسيسلم سلاح؟ لا أظن أنه يعني هذا الكلام سمعناه كثيرا بعدة مناسبات على تجميد وحل سرايا السلام. بالعكس، سرايا السلام وميليشياته وعصاباته الآن في أحسن مستوى لها من القوة والنفوذ بعد أن كسب الانتخابات وهذا العدد من المقاعد. اعتقد انه حيكون لهم دور اقوى ولن يتخلى عنهم، خاصه انه الكل سيتربص بهذه الحكومه وحكومه شكلها ابن الصدر وقياداته من جهله وبلا تجربه وكلهم ملوثين باشكال من الاجرام والفساد، فيحتاج الى عصابات ويحتاج الى ميليشيات، واعتقد سرايا السلام سيكون وضعها أقوى في الأيام القادمة. وفقا لمجموعة الأزمات الدولية، فإن هناك مخاوف من تناقضات الصدر بعد فوز تياره في الانتخابات. إلى أي مدى يشكل تناقض السياسي في مواقف الصدر تعثر للحكومة المقبلة أو مخاوف من الأطراف التي ستتحالف معه؟ لا أظن، يعني حتى تناقضات ابن الصدر كانت ضمن المنظومة الإجرامية، ضمن سقف المنظومة الإجرامية، ولن تتعدى على استمرار الوضع الحالي. يعني تناقضات ابن الصدر يعني ماذا سيفعل؟ هل سيقوم باستخدام نفوذه في مجلس النواب ويلغي قانون الحشد الشعبي مثلا، أو يطلب إصلاح المنظومة القضائية وإعادة تعيين
قيادة قضائية نزيهة ونظيفة ولم تتورط بكل هذا الانحراف القضائي الدستوري القانوني الجاري بالعراق. لا، هو سيقبل بكل ما يرضي كل الأطراف واستمرار الحال على ما هو عليه. نعم، لكن إلى أين تتجه الأوضاع في حال فشل المبادرات ورفض الكتل لشروط الصدر؟ لا أظن أن هنالك فشل ولا شروط. هم يعلنون أمام الرأي العام أنه هنالك شروط، ولكن التوافقات أعتقد هي التي ستنتج عن كل ما يجري الآن من حراك بين الكتل المتنفذة. شكرا جزيلا لكم أستاذ كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الأمريكية واشنطن.